مرحبا بكم في الجزيرة، أخيرا وصلنا. I will always take a stand for me and you. I am true and will never, ever, ever try to make you blue. And if I do, can we forgive and forget? Can we ignore the upset? Cause I can promise you that life is short but beautiful. And if we connect and be dutiful about keeping our words full of love, keeping our actions consistently above to make sure that you're still there and we're still one. Even in death I can feel your stare of pure j'adore. You are mi amor. You make me think that love is what life. مرحبا بك في الجزيرة سي عزيز، أول مرة يجي للجزيرة؟ لا، أول مرة. فوالا، إيه صبحنا صبحنا. باهاماس الهام كتفكر بها الهام اللي هي واحد دولة في جزر الكاريب. ياك، يلا مرحبا بينا. من بين الأنشطة اللي كاينين في الجزيرة كاينين هاد الكواد هذا كيتكرا، الثمن ديالو مازال ما عرفت واش 600، يعني انا الله دخلنا مازال ما عرفنا الأثمنة. الجزيرة لقينا الناس مصيفين هنا ما شاء الله. أول مرة نجي للجزيرة ونلقاها بحال هكا، نلقى فيها الناس. موالف كنجي للجزيرة مع الصباح، 8 الصباح كنلقاو هنا خاوي، كنمشيو نتصورو مع القوس وكنرجعو. دابا لقينا الجزيرة دايره بحال شاطئ أكادير ما شاء الله. يلا 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 شربها. عادي لا المحاولة هرشي سير لا سير عزيز صبح عليك. خاطر من قال لك اسيدي خاطر المحجوب، زعما هادي ديكاس ديكاس ليك المحجوب. عزيز كيوجه لك تحيه من شاطئ الجزيره. واش تي من ساكس شي سنين هاك؟ ها، مرحبا بكم في القوس ديال الجزيره. هو هذا الجو، يا سلام. وكاين واحد الحاجه اخرى، واحد اللعبه اخرى اللي بغا يلعبها، هما هادو كيتسموا لي بارابونت. الركبه ديالهم كاينه هنايا، كيركبوا فوق الجبل كيطلعك، كاين مونيتور اللي كيتحكم في البارابونت، وانت كما عليك غير تضري تجلس ودير سيلفي ديالك وتصور، هو اللي كيقيدك كيصوب. بالنسبة للثمن ديال هاد الركبه انا خليتها ب 300 درهم، 300 درهم اللي مدتها ربع ساعه. دابا ما عرفت واش مازال البري طالع ولا هابط، كيطلع على حساب الطلب. هادو ديال الجزيره ما عرفت شحال دايرين في الثمن. المهم عطيتكم واحد الثمن تقريبي. هما شاطئ الجزيره، حنا دابا تحت القوس مباشره. الهمس جانا من القنيطره باش يجي يتصور معايا تحت القوس. تحيه سيف يا حقاش، هذا راه كبير. عرفتي القوس كيداير؟ فكرني في التفرنوت، ديك الفران التقليدي باش كيطيب الخبز. عمري ما شفت التفرنوت، فكرني بوكيف.
كوكيز تسمعني كوكيز كوكيز لا كوكيز هي عرفتو شنو كاين في الكروكي هذا اي معفرك سفر نوت انا غادي معك ورا ورا يا سلام دابا انا حتى كاين الشميسه يطلع الديكور واعر يطلع الصوره ناقصه هذا بزق ليا التليفون ارباها ماصي الجري خلينا شاطي خلينا القاش ديالك ديره مورانا صافي تبارك الله راه دوزنا هنا شي ساعتين ولا في السويع هادي حنا هنايا تبارك علينا نمشيو لبلاصه اخرى ان شاء الله الوجهه ما سمحتنا بالضبط عندنا الجوله هادي مفتوحه صراحه نخرجوا من الجزيره ونشوفوا التوقيت واش عندنا بلاصه ندي بلاصه وبلاصه اخرى ولا نبقاو ولا نباتوا هنايا حتى الغدا يلا تبارك الله علينا وما سمحتش علينا هذا هو الفيلاج ديال الجزيره هنا فين الناس اللي كيجيو للجزيره هنا فين كيتغداو هنا كاين في كاين لي غوستورون باش تاكل والمقاهي كاين الحوت كاين الطواجن كاين كلشي فوالا توجنات هما هادو فوالا بلاصه هاد البارابونت هادي هي لاجونس ديالهم اللي بغا يلعب هادي اللي بغا يدير البارابونت راه السونتر ديال الجزيره من يلاه كتهبط من دوك الطريجه كاين الباب ديال لاجونس هنايا حط هو كتهبط من هنايا بين هاد الديور كاين شي دريجات وكتهبط من هنا كتمشي لقدام هنا كتلقى بلاصه ليفت خدينا مازال واحد الدار هنايا هي باش نبداو حتى الغدا ان شاء الله نكملوا الرحله ديالنا نصور لكم مازال شويه قبل الغروب نمشيو دابا نتغداو داكشي اللي خاصنا باش نديروا العشاء وكاسكروت ونرتاحوا حتى الغدا ان شاء الله باش نكملوا الرحله ديالنا خليكم معنا باش تعرفوا غدا ان شاء الله فين غادي نمشيو كما قلت لكم بما كنا في البحر دابا نطلعوا للبر نطلعوا للجبل خليكم معنا فوالا المهية الديسير ديال العشاء اها اها لا يلا نبدا نزيد شويه ديال الملحه نديرو شويه
ديالي من هذا من الفوق تعطيها راه تعطيها راه زادنا شويه 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 نعاود نعاود نطيوه نعاود ثاني يطيب شويه من بعد نكملوا باقي المكونات دابا ما تلقاها ثاني هذه شويه دابا نحاول نزيد ليه بصله اخرى من فوق هذه راه الطريقه ديالي انايا لان البصله التحتانيه كتكالي على اللحم باش ما يتحرق وهاد البصله بس تبقى لان ديك الثانيه قدر تحرقني كاع وما كنت ما كنت ما كتحس بها ما جا في الطاجين لا طاب كتلقى هذيك دابت هذه اللي كتبقى مازال ممكن تاكلها فوالا من بعد نديرو البطاطا دابا هذا وقبل كاين هاد القضيه نعاودو عاوتاني نسمونا بشوية الملحة يعني كل خضرة كديرها الملحة ديالها أهو يعني هادي هي الطريقة لي هنايا زايدة شوية غتبقى القضية ديال الخزو بهاد الطريقة قليل كيديرها هكا حنا عندنا في سويس كيديرو هاد الطريقة ديال الخزو واخا نغطيوها من بعد مازال نزيدو ليها الزيتون وما تشا اوبس نرجع لكم عاود ثاني دابا بقات بعدا شي ترمينه هنايا اللي درنا في الاول حتى هي نعاودو نحاولو نزيدوها في الربيع فوالا هاد الترمينه كنزيدوها هنايا كنزيدها بيدي راه كنخدم بيدي هنا اصلا هابا واو سي عزيز كيفاش الطاجين طاجين بلدي اخويا راك ضايع اخويا حنا قاس ضايع ضايع قولي لي اخويا ضايع عرسي انا راسي راه كان كيستافد مني عرسي بوني سونسيم عرسي خصك غير المراه 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 لا كان المراه العكس العكس لا سعدات سعدات لا تديك لا تديك لا تديك عفوا عفوا لا تديك بحال المهم عرسي هو اللي ما عرفش نعطاك ربي الجاد وكدا وكتبقى مطواز يا سلام لا العكس دابا ولا بعد لي عاوتاني هذاك كثير ملي كيكون كثير ولا مع هذا الهمصو هذاك يبغي يبغي يكون شي ما يغرقو من الديكور المهم هو المدى عرفتي انت كنوليو هكا ها ما سدوش سي زيجينا فوالا الشباب الطاجين اللي كنا درنا ديك الساعة بعد ما طاب هو هذا اوبس هيكون تحرق لينا من التحت علاش لان البوطه كيف ما كتعرفوا كتعطي واحد العافيه اللي هي مضغوطه في واحد البلاصه يعني كيتحرق داكشي علاش درنا ليه ديك البلاصه ديك البصله من التحت بالنسبه لهادشي كتشوفوا هنايا هذه كسرونه فيها الماء وفوق منها حطيت ديك تسكي فورون كسكسو شاط ليا شي بطاطا مع بان ليا بطاطا كثير معرة باش ما يضيع ذاك البطاطا قطعتو من الرصوات ودرتو في الكسكاس وفورتو باش يطيب حتى هو ممكن يتكال بديك الطريقة تخيل قالوا لك ما بغيناش مازال والو حنا حسنا هنا نعتو قالت لهم ما تاكلوش ذاك البيض الطاجين ديالنا كيف ما كتشوفوا طلع على هاد الشكل هنا تما سخون وطلع عليه ماشي بارد شويه